الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم في مجال الاقتصاد الرياضي، الطريقة التي بواسطتها نتعرف على كيفية تقليل أو تعظيم دالة معينة، أو ما يسمى تحت عنوان Optimization، الحالة الفضلة. في هذا المثال سنتخيل بأن تاجرا ما يصدر بضائع إلى الخارج، ويحتاج أن يضع البضاعة في صناديق أو حاويات من الشكل الآتي. هذا هو شكل الحاوية الآن، خليني بس ألون هنا بعد إذنكم. هذه الآن الحاوية التي نتحدث عنها، أبعادها الأفق الأول X، هذا X، والأفق الثاني Y، والعمودي Z. لكن هناك بعض المعلومات التي نحتاجها بإذن الله حتى نتعرف على يعني المعلومات الضرورية التي نحتاجها في الحساب، حساب ما يسمى الكلفة الكلية، وهي أقل كلفة ممكنة. أول معلومة هذه سأضع عليها إشارة الواحد صحيح هنا، واحد، بأن حجم هذه الحاوية أو هذا الصندوق V يساوي 40 متر مكعب. إذن هنا الآن شحطة هون على أنه V الفوليوم يساوي 40 متر مكعب، وأن الآن كلفة القاعدة، القاعدة مصنوعة من شيء قد يحتاج أن يكون يعني من حديد أو من بعض الأخشاب القوية، فالبيس هنا اللي هي X في Y مساحتها يعني تكلف كل متر مربع 10 وحدات نقدية، 10 وحدات نقدية. والمعلومة الأخرى بأن الآن كلفة الجوانب اللي هي Side Cost هنا كل متر مربع بكلف 5 وحدات نقدية. إذن الآن المعلومة الأولى أنه الحجم يساوي 40 متر مكعب، المعلومة الثانية هنا بتقول على أنه كلفة كل متر مربع من القاعدة هنا X في Y تساوي 10 وحدات نقدية لكل متر مربع، والمعلومة الثالثة المهمة هنا بتقول على أنه كلفة الجوانب هذا X Y في Z و X في Z كل متر مربع بكلف 5 وحدات نقدية للمتر مربع. وطبعا سنحتاج إلى تعريف الفوليوم أو ما يسمى بالحجم، اللي هو الطول في العرض في الارتفاع. V الفوليوم يساوي X مضروبة في Y مضروبة في Z، ونخرج الآن Z بدلالة المتغيرات الأخرى. طبعا هذا ثابت اللي هو 40، لكن سنبقي على شكل حرف يعني فقط بي مقسم على متغيرين X في Y اللي هم الطول في العرض. إذن التوتال كوست الآن، التوتال كوست هو ما يلي، أرجو الانتباه على ما يسمى بالكلفة الكلية. الكلفة الكلية تساوي 10 اللي هي الآن هنا، لاحظوا اللي سمحتوا البي سي هون، 10 مضروبة في القاعدة X في Y، زائد هنا الآن 5، لاحظوا لي صايد 5، لكن مضروبة في 2 XZ اللي هن يعني X الطول في الارتفاع واجهتين، هذه واجهة وهذه واجهة، وهذه الآن واجهة والمقابل لها واجهة، وبالتالي هنا عندي 5 في 2 XZ زائد 5 في 2 YZ. الآن يصبح طبعا بعد ما نعوض عن Z بالفوليوم، بدالة الفوليوم اللي هو هنا يعني V مقسم على XY، فتصبح الدالة الآن ليست دالة بثلاث متغيرات، إنما في متغيرين هما F of XY تساوي 10 XY اللي هو هذه القيمة، وهذه بننزلها هنا، وطبعا Z سنعوض عنها بعد قليل بدلالة V مقسم على XY، وطبعا 5 في 2 يساوي 10، وهنا 5 في 2 يساوي 10، فتبقى Y في Z، لكن Z الآن سنعوض عنها، وبالتالي بتكون الصيغة النهائية للدالة
قبل القيام بالاشتقاقات الضرورية عنها من هذا الشكل. إذا function of y and x اللي هي f of x and y تساوي 10 xy زائد 10 في x لكن مضروبة في v على xy زائد 10 بعد ما يعني هذا بدل z، هاي بدل z وهاي بدل z إذا بتلاحظوا لي. وبالتالي الآن f of x and y تساوي 10 xy زائد 10 x مضروب في v على xy زائد 10 في y مضروب في v على xy. الآن بالاختصارات خليني أغير اللون بعد إذنكم. هذه x تنشطب مع هذه وهذه y تنشطب مع هذه، وبالتالي يبقى عندي الآن 10 xy زائد 10 v مقسم على y زائد 10 v مقسم على x. الآن نحتاج إلى أخذ المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لx. هذه المشتقة الجزئية بالنسبة لx اللي هي partial t t total cos طبعا partial x، وتساوي طبعا هنا هذه مشتقتها بالنسبة لx هنا 10y، هاي تذهب إلى الصفر لأنها ليس فيها x، فهذه بالنسبة لنا تصبح 10v مقسم على x تربيع وتساوي صفرا. يجب علينا أن نساوي المشتقة الجزئية الأولى بالصفر حتى نصل إلى القيمة قبل النهائية، ما يعني ذلك أنه هذه القيمة تساوي 10 y تساوي 10 v على x تربيع، أي أن x تربيع y تساوي v. هاي أول قيمة نحتاج إليها. أما المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة ل y فهي partial tc اللي هي يعني المشتقة الجزئية بالنسبة للتوتال كوست الكلفة الكلية بالنسبة ل y تساوي 10 x سالب 10 v على y تربيع تساوي صفر حتى نعظم. إذا هذا يعني أنه 10 x تساوي 10 v على y تربيع، ما يعني بأن x y تربيع تساوي v. لاحظوا الآن أن كما ذكرت، أو خليني أغير اللون هنا، كما ذكرت بأن v هنا تساوي x تربيع y و v هنا تساوي x y تربيع. إذن تلاحظوا لي هنا، خليني أنزل شوية. إذن هنا الكلام هذا صحيح، أي أن x تربيع y، لأنه عندنا هنا بعد إذنكم x هنا x تربيع y تساوي v و x y تربيع تساوي v. إذن الآن x تربيع y تساوي x y تربيع، إذن x تساوي y. بالتعويض الآن هنا بالدالة هذه، لاحظوا لي أنه x تربيع y تساوي v أو x y تربيع تساوي v. لو استعضنا عن y بx وهنا تصبح x تربيع، وبالتالي بتعطينا x تربيع y تساوي v. نستعيض عن هذه ال y بx فتصبح x تكعيب تساوي 40، إذا x تساوي الجذر التكعيبي ل 40 وتساوي 3 فاصلة. هنا بعد إذنكم خلينا يعني أميز هذه x تساوي هذه القيمة وتساوي y، ما يعني الآن بأن z تساوي 40 على جذر مربع 3.41965، ما يعني بأن z تساوي هذه القيمة. إذن الآن الأبعاد هي يعني هي عبارة عن، إذا بدي أرسمها هنا بعد إذنكم خليني أرسمها بطريقة يعني مناسبة هنا. هذه الآن تصبح كما يلي. عندي الآن وهكذا. الآن هاي x طبعا هي مربعة جاية، وهاي y بدنا نفترض انه هاي يعني تقريبا هكذا الصندوق، وهاي z. الآن هذه x تساوي 3.41995، كذلك الأمر بالنسبة لواي. أما z فتساوي 5.848، وهي الأبعاد التي تقلل كلفة
هذا الصندوق الذي ذكرناه في البداية، وهو هذا الصندوق. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا لكم أحبتي الطلبة في الأوبتمايزيشن ثيوري، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة العظمى لكم جميعا، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.